وعندنا ملف وموضوع مهم جدا، وهو أحدث مشروعات تربية الحيوانات في وزارة الزراعة. وزارة الزراعة دلوقتي اتجهت لتربية الغزلان والنعام، وزي ممكن بتكلفة قليلة جدا يكون عندك مزرعة تقدر تربي فيها الأنواع دي وتجني من وراها عائدات مربحة ومضمونة. السر في المشروع ده هنعرفه من زميلنا محمود جميل اللي عمل معايشة مع أصحاب المزارع الخاصة بتربية الغزلان والنعام في محافظة القليوبية. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. مين فينا مش بيكون قاعد كده مع أصحابه ويقول لهم أنا نفسي في فكرة مشروع؟ طبعا كلنا بنعمل كده، بس الفكرة بقى الوقت اللي بيستهلك في التفكير في مشروع يكون سهل ومضمون وأعرف أنفذه وينجح. إحنا بقى النهاردة جايين لكم بفكرة مشروع مختلفة وجديدة ومش منتشرة قوي. عمرك فكرت قبل كده في تربية النعام والغزلان؟ عارف إنك ممكن تستغرب الموضوع شوية لأنه مش منتشر قوي، بس ده الواقع. فكرة مربحة وكمان بتزود دخلك، خاصة لما تعرف سعر كيلو لحم الغزلان والنعام دلوقتي وصل لكام. إحنا موجودين معاكم من تجربة حقيقية على أرض الواقع من إحدى مزارع تربية النعام والغزلان بمحافظة الغربية. صاحبها أسسها كفكرة مشروع ومع الوقت نجحت. إحنا بقى موجودين النهاردة عشان نعرف إزاي الفكرة نجحت وإزاي المشروع ده بينجح بأقل التكاليف والإمكانيات لدرجة إنه يطلق عليه مشروع المليونير. دايما بنسمع عن تربية النعام والغزلان في المحميات والحدائق نظرا لان طبيعة تربيتهم بتحتاج لمكان مناسب وملائم، لكن احنا النهارده بنقول لك انك ممكن تنفذ المشروع في مكان ومزرعة صغيرة زي اللي احنا موجودين فيها، وكمان هفاجئك انك ممكن تنفذ المشروع فوق سطح بيتك. انت بس بتكون محتاج لدراسة جدوى للمشروع قبل ما تنفذه وتعرف بعض التفاصيل الخاصة بالرعاية والتربية، وده اللي هنعرفه من صاحب المشروع والمزرعة المهندس بهاء الدين. صباح الخير على حضرتك باشمهندس بهاء، وبرحب بيك في برنامج صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك باشمهندس بهاء. حابب اسال حضرتك في البدايه، ليه اصلا قرار مشروع تربيه النعام والغزلان؟ بالنسبه لي انا هي هوايه، يعني انا من وانا صغير بحب الحيوانات، بحب الطيور، بحب الحاجات دي، بحب اربي الحاجات دي. فهي هوايه، فبدات اشتغل في الحاجه اللي انا بحبها. يعني هو دايما في مثل عندنا بيقول لك دايما عايز تنجح اشتغل الحاجه اللي انت بتحبها. يعني حبيت شغلك هتبقى ناجح فيه. باشمهندس بهاء، ازاي بدات الفكره وكانت ايه ابرز الاسباب اللي كانت متوفره في الوقت ده ويمكن دفعتك ان انت تبتدي على طول في تنفيذ مشروع تربيه النعام والغزلان؟ لما شفنا دراسات الجدوى للنعام والغزلان لقينا ان هو اهم حاجه انك توفر له البيئه المناسبه ليه. حتى انت ممكن على سطح البيت عندك تشتغل، انك توفر البيئه المناسبه ليه على سطح البيت عندك خلاص تشتغل. محتاجش مساحات كبيره قوي، الغزلان مثلا مناعته عاليه، حيوانات مناعتها عاليه، طيور وحيوانات معمره. يعني النعام بيعيش لحد 80 سنه، فطير معمر مناعته قويه جدا، بيستحمل كل عوامل الجو. طيب باشمهندس بهاء، لو حد دلوقتي بيفكر ان هو يبتدي على طول ينفذ مشروع تربيه النعام، ايه دراسه الجدوى اللي ممكن يعملها ويعملها ازاي، وايه المتطلبات الاساسيه اللي لابد توافرها علشان اي حد يبتدي ينفذ مشروع تربيه النعام؟ هما حاجتين اتنين، اول حاجه راس المال المناسب والمكان المناسب. بالنسبه للنعام، البيئه المناسبه ليه تربه رمليه، مكان تربه رمليه زي دي كده ومظله صغيره زي اللي احنا شايفينها دي، يبقى مكان مفتوح تربة رملية مظلة صغيرة بس دي كده البيئة المناسبة للنعام. هو كمشروع مشروع كويس جدا، مناعتهم عالية، معدل تحويلهم عالي، بيوصل في 10 شهور فترة قصيرة جدا لأكثر من 100 كيلو، متوسط وزنه 100 كيلو، جدوى الصيدلية منهم عالية جدا، يعني اللحم بتاعهم بيتباع، الجلد بيتباع، الريش بيتباع. يعني عايز أقول لحضرتك إن الريش بس ده كيلو الريش ده بألف ونص. في ورش متخصصة في القاهرة في الجمالية بتعمل منافذ بتاع التراب دي، تبقى لها عصاية كده ومريش كده بتاعت تراب. صحيح، دي الورش دي متخصصة بس ده شغلها بس ريش النعام، بيشتغلوا في ريش النعام ده. ده يمكن كمان حضرتك سبقتني بسؤال ان هو بيتم استخدامه طبعا في بعض الصناعات اللي موجودة، ويمكن منها اللي حضرتك كنت بتكلم عليه دلوقتي. النعام كل حاجة في النعامة بتستخدم، يعني أنا أقول لك جلد النعامة بيستخدم في الصناعات الجلدية، ريش النعام كيلو الريش ب 1500 جنيه، الجلد بيتباع، اللحوم بتاعتها مفيدة جدا، فيها نسبة كالسيوم ومعادن وحديد مفيدة جدا كبيرة جدا. يعني مطلوب، يعني دايما دكاترة التغذية بتنصح أطفال وكده إن هم لازم يستخدموا بيض النعام ولحم النعام.
شوانس، احنا عندنا طبعا نوع اوروبي ونوع مصري، ايه الفرق ما بينهم وحضرتك بدات بايه؟ لا بالنسبه للغزلان، هو الغزلان احنا بنربي الاوروبي بس انه بيجي استيراد من بره، واحنا بنعمل على اكساره انتاجه واكساره، غير ان هو كمان حجمه كبير عن المصري بتاعنا. لكن المصري بتاعنا مهدد بالانقراض، ممنوع صيده او تربيته، فبنشتغلش في المصري بتاعنا خالص، بنشتغل فيه الاوروبي. الاوروبي بيجي استيراد من بره، بنستورده من اسبانيا ومن بلجيكا ومن الدول دي، واحنا يعني ايه بنعمل على تربيته هنا وايه اكساره، بيخلف عندنا وبينتج ما شاء الله كويس جدا، ومناعته قويه برده. شوانس، ايه السلالات اللي موجوده والنادره منها؟ طيب هو بالنسبه للنعام، النعام ده افريقي اسود الرقبه اللي قدامنا ده، النعام ده افريقي اسود الرقبه، وهو ده المنتشر في مصر. هو النعام ثلاث سلالات في العالم كله، احمر الرقبه وازرق الرقبه واسود الرقبه. احمر الرقبه ده بيكون حجمه صغير وشرس وانتاجه مش كتير، اسود الرقبه ده انتاجه كتير، الازرق الرقبه انتاجه كتير وحجمه كبير بس انتاجه صغير مش انتاجه كتير. فالهجين بتاعهم بقى هو اسود الرقبه ده، فعمل لنا بقى سلاله زي ما انت شايف كده هاديه مش عنيفه زي احمر الرقبه، مع البنادمين هاديه بتحول انتاج لحم كتير، خيتها من الازرق الرقبه دي، من الفصيله دي خيتها منها وانتاجها كتير. بيطلق على المشروع مشروع المليونير، حابب اعرف بقى باشمهندس بهاء ازاي بيحقق ربح لصاحبه وكمان زياده في الدخل الخاص بيه؟ النعام ده لما بيبدا ينتج بيبدأ ينتج عند عمر سنتين ونص لثلاث سنين بيبدأ ينتج، فهو طير ده جيلي زيه زي الفراخ بالظبط، بتبيض بيضة كل 48 ساعة. سعر البيضة دي 1000 جنيه، البيضة المخصبة 1000 جنيه، كتكوت منها 2000 جنيه لسه فائس. عشان كده ان هو بيبتدي يحقق ربح. انت عندك حاجة بتجيب لك بيضة كل يوم ب 1000 جنيه، خاصة سعر اللحمة دلوقتي، او سعر كيلو اللحمة ليه وصل كام سعر كيلو اللحمة دلوقتي؟ هو لحم النعام النهاردة يعني متوسط سعره من 250 جنيه لحد 400 جنيه، على حسب المكان بقى اللي انت هتربي فيه فين. لو تكلمنا باشمهندس عن موسم تزاوج النعام، وايه افضل وقت ممكن تبيع فيه النعام؟ هو منتج طول السنة ما عدا بيريح شهر 2 بس، شهر 10 و 11 دول بيريح، بيطلع فيهم بيض وبيريح، بعد كده بيبدأ بقى يشتغل من أول وجديد. عنقود النساء فيها عنقود بيض تبيضه، بيضة كل 48 ساعة. أسرة النعام المنتجة بتبقى ذكر وانتيتين، يعني كل أسرة بنعملهم ملاعب لما يكبروا، ده دول مع بعض عشان دول كتاكيت لسه بيتسمنوا لسه، لكن لما بيبقى عندي أسر بياضة بقى ملاعب، كل ملعب فيه ذكر وانتيتين. حاجة مهمة جدا في مشروع تربية النعام وهي التسويق، بتسوق ازاي يا باشمهندس؟ وايه الاماكن اللي ممكن تشتري منك؟ وهل بتصدر بره مصر ولا لا؟ احنا بنطلع بره مصر بس الكتكوت الصغير، ما بنطلعش اللحمة لحد دلوقتي، بنطلع الكتكوت الصغير، مطلوب في كل الدول العربية طالبينه وبيطلبوه مننا. لكن بالنسبة للحم، احنا اللحم بنطلع للمطاعم، فنادق، محلات، يعني هو لما يكون السعر مثلا في قرية زي هنا مثلا في المحلة الكيلو ب 250 جنيه واللحمة العجالي والبقري دي ب 220 جنيه، فالفرق ما عادش بسيط، ما عادش كبير، فخلاص ما فيش فرق. فتلاقي يعني انا وانت وكده تلاقي ما عايز اجرب لحم النعام وعايز اشتري، فهو بقى متداول عليه، واللي بيجربه مرة بقى يعني بيحب لحم النعام. هل المطاعم مثلا بتشتري منك وفي جزارين بيشتروا منك؟ بس مش معينه، هو بيشتغلوا كل حاجه. يعني في مطاعم بتبقى شغاله كل الاكلات، من ضمنها في المنيو بتاعهم لحم النعام موجود، لحم الغزال في المنيو بتاعهم. ابرز الصعوبات اللي ممكن تواجه اي حد بيربي نعام وغزلان؟ هو في التحضير، الكتكوت الصغير هو لسه فائس بيعوز خبره معينه مش اي حد يربيها، يعني بيعوز درجه حراره معينه وبيئه مناسبه جدا انك تحضن الكتكوت من عمر يوم لحد عمر شهر. فأي مربي لسه ما عندوش خبرة قوي في تربية الحاجات دي ما يشتريش الصغير قوي، يعني يبدأ بشهرين ثلاث شهور. الأعمار الصغيرة من دول ده مثلا كثلاث شهور يبدأ بالأعمار دي، ما يبدأش بالكتكوت الصغير لسه فايز ده، اللي بيحتاج خبرة معينة مش أي حد بيعرف، لو لسه حد ما عندوش الخبرة دي ممكن يموتوا منه، يبقى عنده نسبة النفع عالية، لكن لما ياخدها الحاجات دي كبيرة معدية الريسك خلاص بتنام في الطل خلاص. بس هو مجرد عدى ثلاث شهور دول خلاص ما عندوش تقلق عليه بقى خلاص. شوانس، شايف هل الفكرة منتشرة في مصر ولا بقت مقتصرة على المحميات والحدائق؟ لا سوق النعام بقى منتشر جدا في مصر، خصوصا ان هو سهل تربيته، وفي مربين كتير شباب صغير بيربيه فوق سطح البيت. يعني انت لو عندك سطح البيت يعني بقيت مهيئه ان هو زي مزرعة تربي عادي، هتعمل ايه؟ هتفرش طبقة رمل وتعمل مظلة وتعلي السور شوية كده، خلاص بقى سطح البيت عندك اكنه مزرعة بالظبط. مهم جدا ان احنا نعرف بقى الرعاية الطبية بتتم ازاي، هل حضرتك بتراعيهم طبيا وبتقدم ليهم الرعاية الطبية، ولا بيكون في دكتور بيطري بيكون هو المشرف على رعايتهم طبيا؟
احنا بنتابعهم طبيا. هو امراضهم مش كتيره ومش منتشره زي ما قلت لحضرتك. هو طائر معمر بيعيش 80 سنه زي البني ادم بيعيش 80، متوسط عمره 80 سنه. فهو الامراض بتاعتهم بتبقى نادره، يعني جالك برد بتاخد حاجه طارئه للبرد لكن مش حاجه معينه. جنب بقى احنا ممكن بنهتم بالطير بتاعنا، ان انا مثلا اديله ايه يعني مضاد حيوي، فيتامين، حاجات اهتمام مني بالطير بتاعي، كالسيوم في الميه كده، يعني اهتمام مني بالطير بتاعي. هل في اصابات معينه يا باشمهندس ممكن يعني تصيب النعام، وازاي ممكن تتجنب حدوث الاصابات دي اصلا؟ لا هو ما بيتسببلوش اصابات ولا حاجه، الا لو انا بقى يعني حطيته مثلا جنب دواجن او جنب تربات او فراخ او طيور تانية. الدواجن والحاجات دي بيجيلها امراض كتيره جدا، فممكن بقى الامراض دي تتنقل للنعام. فعشان بنصح اي حد عايز يربي نعام او حاجه زي كده، طبعا ممنوع بطه او دواجن او حاجات دي قريبه منهم. ليه؟ مش عشان حاجه، لان الحاجات دي بيجيلها امراض كتيره جدا وبتنقله للنعام بعد كده. لكن انت المكان مكانك نظيف ومكانك مفيش جنبه طيور ولا حاجات من دي، تلاش على النعام خالص. هل في معامله خاصه بتتعامل بيها معاهم؟ لا لا، بالنسبه للنعام ولا اي حاجه خالص. هو طير تحط له اكل وميه بس، محتاج منك اي حاجه انك تحط له اكل وميه بس، ويكون مكان مناسب وملائم ليه. بنربي كتاكيت التسمين دي لحد عمر 10 شهور، يعني متوسط عمر 10 شهور بيكون وزنها 100 كيلو تقريبا. نبدا ال 100 يعني وسط ال 10 شهور دي بنبدا ننقيها بقى، عرفنا الذكر من النتايه. في الغزلان الاسره بتبدا بايه؟ الغزلان الجزء المنتج الكبير بسعره تقريبا 35000 جنيه. الذكر 15 والنتايه 20، ده عمر سنتين ونص جاهزين للانتاج ان شاء الله. مهم جدا نتكلم عن العماله المتطلبه للمشروع. انا شايف ان احنا في مزرعه صغيره، ويمكن حضرتك كمان الوحيد اللي يعني بتنفذ المشروع. هل متطلب عماله كتير، ولا ممكن يقوم المشروع على فرد او فردين؟ احنا عملنا مثلا شباب صغيرين ازاي يشتغلوا ازاي يعملوا مشروع. فجبت حضرتك هنا النهارده اهو، مش محتاجه اي حاجه. الصبح نص ساعه بتحط تملى جردلين الميه، تحط جردلين العلف، اخر النهار نفس الكلام، بس مش اكتر من كده. حضرتك كنت بتقول باشمهندس ان ممكن تنفذ طبعا المشروع على سطح بيتك، وده اللي حضرتك كمان عملته ونفذته. فازاي بدات الفكره، وهل كان الموضوع صعب ولا سهل في البدايه؟ هو اول البدايه خالص شركه اكيد صغيره، وربناها في اوضه على سطح البيت. كان الموضوع سهل جدا وكان لذيذ قوي. يعني انت كنا بنقعد جنبها كتير بالساعات، ناكلها تقعد تاكل من ايدينا وكده، وكنا فرحانين بيها جدا. فالموضوع سهل جدا. بعد كده بدانا نوسع بقى، بدانا نعمل مزرعه اثنين، نكبر الموضوع. عندنا حاجات، مزارع للتسمين، مزارع للكتاكيت الصغيره دي تربيها لحد ما تكبر لو حد عمر معين، مزارع الاسر البياضه. فالموضوع سهل ان شاء الله، يعني بيبدا صغير بس بيكبر. يعني نصايح حضرتك بقى يا باشمهندس لاي حد دلوقتي بيشوفنا وبيفكر ان هو يبتدي ينفذ مشروع تربيه النعام؟ بالنسبه للنعام ما تقلقش منه خطأ. يعني اهم حاجه ما تاخدش عمر صغير اللي هو لسه فائز دوت، عشان سعره ارخص. ما تدورش عليه، خد حاجه كبيره، حاجه زي كده الامر دي تكون يعني تستحمل بمناعتها، خلاص حياه مناعتها وعدت الريسك الفتره الاولانيه دي، وتوكل على الله وما تقلقش.